الاستشعارية لبنعوة، بحثتم خلالها في التحديات التي تواجه بنعوة وأنشطتها وبرامجها واستراتيجيتها وخدماتها؟ ومن المؤكد أننا وإياكم نلتقي على هدف واحد، هو الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين ومتابعة قضاياهم المحققة إلى حين عودتهم إلى ديارهم ومنصة قضيتهم. من هنا فأن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المعنية بهذا الملف من قبل الحكومة اللبنانية تواظب على التعاون في كل ما يخص أحوال الفلسطينيين. إن اختياركم لبنان بالإجماع لولاية جديدة في رئاسة اللجنة الاستشعارية لإهوى سنة إضافية يرتب مسؤولية مضاعفة. قدرنا أن نحملها مع لمصلحة الأخوة الفلسطينيين وعلاقتهم بلبنان الذي يستضيفها. في هذه المناسبة أيضا وأمام جميع المشاركين في هذا اللقاء، فأنني أجدد تمسك لبنان بمنظمة بنعوة ورفض كل ما يقال عن تخليص دورها وخدماتها، خصوصا وأن الأزمة التي يمر بها وطننا باتت ترتب عليها أعباء إضافية مضاعفة جدا، ولا يمكن أن نزيد عليها أعباء إضافية. من هنا مناشدتنا ومطالبتنا الملحة للدول المانعة باستمرار دعم بنعوة لكي تقوم بدورها في رعاية الأخوة الفلسطينيين في مع ما يشكله هذا الأمر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة إليها ملحة جدا. كما نتمنى أن يكون الدعم السنوي للبنعوة ثابتا كجزء من الميزانية الثابتة للأمم المتحدة، على ذلك لعل ذلك يعوض للأخوة الفلسطينيين بعضا من حقوقهم الحياتية إلى حين تحقيق الأرض. إنما عبرت عنه حضرة فوضى عمرو السيد فيليب أزاريني في رسالتك الأخيرة، زادنا قناعة بوجوب المسابقة على العمل لدعم الأمم وعدم السماح بتقليص خدماتها، ونحن من جانبنا وفي كل لقاءات مع الدول المعنية وممثليها نشدد على هذه المسألة. تبقى كلمة أخيرة في السياسة، مهما